متابعين الاعزاء ومشاهدين كله، كان اهلا بيكم في فيديو جديد ولسه موجودين في تونس العاصمه. وانا بدور على تونس قبل ما اجي تونس قريت على جوجل ان تونس تعتبر ارخص مدينه او ارخص دوله في افريقيا. هل الكلام ده صحيح؟ انا انطباعي من البلد انها مش ارخص حاجه، يمكن في ارخص، بس الحل هو ان احنا نلجا للسوبر ماركت عشان نشوف الاسعار، ده اللي بيحدد كل حاجه. فيلا بينا اخدكم في جوله. شوف كمان الاسعار، مثلا هناكل الوجبه اللي هي المفروض الوجبه الرئيسيه والرسميه، الوجبه الاولى في تونس وهي الكسكسي. شوف سعرها كام في مطعم مش لوكال قوي ومش غالي قوي. شايف ايش نضحك العلوش اللي هو ايه؟ خروف في حوت. والحوت يعني ايه؟ حوت سمك. سمك يعني حوت. يعني كسكسي ب 10 دينار، خلينا نتكلم الدينار ب 6 جنيه، يعني ال 10 دينار 60 جنيه كسكسي باللحمه. هنشوف حجمه قد ايه والكميات قد ايه وطعمه هيطلع حلو ولا لا، لان المطعم اول مره نجرب. زي الشطه بس صوص اكتر، ده سلطه مشويه، ده فلفل، ده سلطه عاديه يعني وزيتون. الطبق شكله يعني اظن ممكن الناس اللي هتدفعه في مصر، يعني مش اغلى من مصر خالص. الوجبه دي 60 جنيه في طبق كسكسي بلحمه خروف ومعاه خضار كمان، فسعر مناسب جدا. في السوبر ماركت اسعاره عامله ازاي؟ ما ينفعش نعدي بلد بما ان الفيديو ده بيعجبكم من غير ما نشوف اسعارها والناس عايشه بكام. البريل مثلا اللي هو حاجه الناس بتستخدمها كلها في البيت عشان تنظف بيه ب 3 دينار ونص، يعني تقريبا بتتكلم في دولار دولار وربع، يعني 20 جنيه مصري. الزبادي يعني تقريبا بجنيه ونص، ما اظنش ان هو اغلى من مصر ولا حاجه. فاحنا دلوقتي المنافسه ما بين هل تونس ارخص ولا مصر ارخص، بما ان الاثنين دولتين في افريقيا. الزبادي هنا اهو، ده زبادي بس بصوا حجمها قد ايه، بجنيه ونص تقريبا. نخش بقى على المجمدات، يعني ممكن عندك جمبري نص كيلو جاهز متقشر بس صغير ب 18 دينار، 18 دينار الحسبة صعبة، بس الجنيه الدينار ب 6 جنيه والدولار ب 3 دينار، فلو 18 هنضربها في 110 جنيه، 120 جنيه، مش أغلى حاجة. وطبعا تونس شعب الهريسة، فلما تخش السوبر ماركت هتلاقي كمية أنواع هريسة هنا لا تتخيلها، والهريسة هنا ولا حاجة، 6 جنيه 5 جنيه العلبة دي كلها. فالهريسه في تونس مش هتلاقي اكله من غير هريسه في تونس، بلد الهريسه. اغلى حاجه في تونس دايما هتلاقيها الحاجات المستورده، يعني الشيبسي لو مستورد فعلا مش هتقدر تجيبه. انا جبت شويبس جولد 3 يعني ب 18 جنيه في تونس في بلد عربيه، شويبس جولد عشان جاي من مصر. الشيبسي الكرانشي اللي هو عندنا ب 5 جنيه انا جبته هنا ب 2 يعني 12 جنيه. الزيت بقى ب 7 7 في 6، الزيت بقى تقريبا ب 42 جنيه الزيت ازازه لتر واحد. ف انا مش عارف الصراحه، مش قادر افتكر الاسعار كانت كام في مصر، بس سعره مش غالي. كسكسي مثلا هنا هتلاقي كيس كسكسي نص كيلو ب 400 ولا حاجه، عشان هي برضو بلد عندها الكسكسي شيء اساسي، اي حاجه اساسيه هنا هتلاقيها رخيصه جدا، غير كده الحاجات غاليه. اللبن اللتر بتقريبا ارخص من مصر، اللبن اللتر ب 10 جنيه اهو، حليب بدينار و300 مليم. والميه الميه رخيصه جدا كمان في السوبر ماركت، ازازه الميه اللتر ونص تقريبا كده ب 3 جنيه ونص، ارخص من مصر صح؟ مصر الازازه ب 5 جنيه. اللي انا قادر اوصل له لحد دلوقتي، لان كان انطباعي ان تونس انها اغلى مما انا توقعتها، بس يظهر ان في السوبر ماركت زي ما ليه بتقول ان الحاجه كلها مدعمه، الحاجات الاساسيه، غير كده اي حاجه تانيه بتبقى غاليه. يعني الريد بول هنا 4 في 6، انا بحس ان انا وانا بصور الفيديو ده ان انا بعمل الامتحان. تونس بلد التونه، فالتونه هنا رخيصه، او مش عارف هي رخيصه ولا هي، يعني مقارنه بمصر تقريبا نفس السعر، بس من احسن الكواليتي التونه اللي موجوده في العالم هي في تونس. تونه علبه التونه
تقريبا ب 30 او 35 جنيه. هوريكم بس ان مش بس المصريين او ناس معينه اللي بتدعم القضيه الفلسطينيه، بس كل العالم، الوطن العربي كله فعلا واحد وكله مع القضيه الفلسطينيه. على سبيل المثال احنا ما بنشتريش ده عشان الزيونست، يعني صهيوني بنقطع بنقاطع بنقاطع. المهم يعني في ناس كتير في تونس وناس كتير قابلتها في كل حته، كل الناس، كل العرب بيدعموا في القضيه الفلسطينيه. يعني في يوم ان شاء الله لو كل الناس دي توحدت باي باي. عامه هي إليه عندها نظره ان الحاجه في تونس عامه مش ارخص حاجه، هتشرح لنا اكتر ايه السبب. هو مش ارخص بس يمكن يكون رخيص عشان كله مدعم، يعني الحاجات الاساسيه زي العيش، الخبز، الميه، الحليب، الحاجات اللي لازم، السمين، الفارينه اسمها ايه مش عارف. المهم يعني الحاجات المدعمه والحاجات الاساسيه رخيصه جدا، غير كده الحياه مش ارخص حاجه. ودي كانت نهايه الجوله في سوبر ماركت واستكشاف اسعار الحياه في تونس. رايي انا ان تونس مش ارخص دوله في افريقيا ولا حاجه، يمكن مصر، يمكن الجزائر، يمكن دول كتير ارخص. والاهم هو رايكم انتوا، قولوا لي هل شايفين ان تونس تعتبر ارخص دوله في افريقيا زي ما جوجل بيقول، ولا ايه السبب ان هم بيقولوا كده؟ لان جوجل في الاخر مرجع كبير، ما ينفعش يقول كده غير لما يكون في سبب. اشوفكم الفيديو الجاي، ما تنسوش تدعمونا بلايك، ولو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.